واضح يا كابتن احمد ان المستر اوسيريو يعني مصر على طريقته في تعديل دائما وابدا بعض مراكز اللعيبه، وتعديل في طريقه اللعب وتعديل في اللعيبه، لان النهارده احنا يعني في حوالي 6 لعيبه ما كانوش او 7 ما كانوش مشاركين في مباراه الماضيه مع بيراميدز تمام، وبعدين استعان بلعب اللعيبه اللي لعبت مباراه ارتا سولار، فهو واضح ان هو يعني برضو التغييرات دي كتيره يعني. وجهه نظرك كده عايز اخد رايكم فيها عبد الحليم وكابتن احمد. لا هو بص يا طارق، هو طبعا يعني النهارده مفيش فيرود اساسي يعني مفيش الجزيري ولا في منسي ولا في يعني كل المهاجمين سامسون. كل اللي بيلعبوا مهاجمين مش موجودين على دكه البدلاء تمام، فبيلعب المهاجم الوهمي اللي هو هيبقى مين، شلبي ولا زيزو كده؟ لا هيتبادلوا اوباما وزيزو. اوباما وزيزو انا رايي الزمالك النهارده هيلعب 4-5-1 4-5-1، الاربعه الديفنس حاتم على الشمال وحسام عبد الجيد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق على اليمين، الخماسي بتوع نص الملعب هيلعب 2 اللي هم بيسو وعمرو السيسي، وعلى اليمين هيلعب ايشو، وعلى الشمال هيلعب مصطفى شلبي، وزيزو تحت اوباما. بالتالي ده التشكيل اللي هيلعب النهارده. يعني زيزو هيلعب يعني اوباما هو الفيرود الوهمي. لا اوباما هو اقرب واحد على فكره. ايوه الخط للمهاجم. صحيح. هو اقرب واحد انه بيعرف يلعب مهاجم. النهارده طبعا هو بيلعب مجموعه كبيره جدا من الصغيرين ومن الشباب. عامل زي ما انت قلت حساب المباراه اللي جايه. طبعا هي ايه، بص هي برضه في ساعات احنا بنتلخبط. يعني انت ساعات في الاستوديوهات التحليليه بتخش بتبقى عارف التيم اللي هيلعب. لغايه دلوقتي احنا لم نضع يدنا على التيم الاساسي بتاع نادي الزمالك. تغييرات كتير، تغييرات مراكز كتير جدا، لعيبه ما كانتش موجوده بتخش، لعيبه كانت موجوده وبتطلع، لعيبه كانت مجيده الماتش اللي فات وطلعت، الله اعلم اللي في دماغه. بس طبعا احنا لازم ننتظر دائما ننتظر ونشوف. انما في عنصر مهم النهارده جدا في المباراه اللي هي عنصر النشاط، يعني اللعيبه صغيرين ونشيطين، واخد بالك ازاي؟ هل ده هيأثر على الأداء الفني جوه المباراه؟ ولكن طبعا برضو ايه، نتمنى ان يحصل الكومباينيشن بين اللعيبه ويبقى فيه تفاهم ويبقى فيه خطوط قريبه عشان تعمل نتيجه ايجابيه.